اهلا وسهلا بكم في جمال وتجميل، معنا الدكتوره هديبه تولي. حياك الله دكتوره. اهلا وسهلا فيك دكتوره. خلينا نتكلم اليوم على اجهزه اللي يستخدموها في العيادات لنظاره الوجه وشد الوجه. من احلى الاشياء اصلا في مجال التجميل هو انه احنا دائما في عمليه تجدد، يعني كل يوم تسمع عن جهاز جديد او عن اجراء جديد. واذا انت تقارن اليوم مثلا بكم سنه الماضيه، ما كان في كثير من الأجهزة ولا الإجراءات اللي كان ممكن نقدمها للمرضى عشان نعالج لهم مثلا شيخوخة الرقبة، أو مثلا كثير من المرضى دحين لما بعد عمليات التكميل يفقدوا وزن كبير ويصير عندهم ترهل مبكر لمثلا عضلات الرقبة والعضلات الوجه. فالحين صار عندنا يعني إجراءات أفضل وأشياء ممكن نسويها either بالأجهزة ولا ممكن نسويها بالحقن لعملية شد الرقبة. زمان كانت معظم الإجراءات موجهة للوجه، كان معظم الحلول جراحية، يعني يا تسوي جراحة أو ما في حل. الآن صحيح. عندكم أشياء صحيح للوجه وللرقبة. صحيح، طبعا دائما الجراحة أكيد حتكون نتائجها أفضل، ما في شيء يعني يضاهي النتائج اللي نحصل عليها بالجراحة. بس في كثير من الناس حتى انت تواجههم في العياده يقولوا لك دكتور ما نبغى جراحه، نفضل ان احنا نسوي اساليب عدل جراحه، فايش الاشياء اللي ممكن نقدمها لكم لهم؟ ايش الاشياء؟ دائما اول حاجه اقولها لكل مرضايا ان احنا نجمع اكثر من اجراء لعلاج الرقبه افضل من ان نسوي اجراء واحد. بمعنى يعني لما انا اسوي اوثير المريضه وكان عندها مثلا الذقن المزدوج واسوي اوثيره واسوي معاها ابر مثلا تذويب الدهون، النتيجه حتكون افضل من لو سويت اكثر من تكنيك مع بعض. صحيح، فدائما على حسب اختلاف المريضه، هل هو الترهل عندها اكثر، هل هو عندها ذقن مزدوج اكثر، بناء على الحكم في الجلسه الاولى للمريضه احكم مثلا هل هو افضل اسوي لها اوثيره وابر تذويب الدهون، ولا افضل مثلا اسوي لها اوثيره مع بوتوكس للرقبه مع ابر تحتوي على مواد زي لتحفيز الكولاجين اللي ممكن تنحقن في الرقبه، اسويها كلها في نفس الجلسه بحيث انه مثلا بعد شهر لما تبدا تظهر النتائج حقت الاوثيره تكون النتائج افضل. حتى في دراسات كثيره تقول كومبايننج تريتمنتس افضل من انك تسوي علاج واحد لوحده. احنا خلص وقتنا. طبعا شكرا لك. شكرا لك.